السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا بالساعة، مرحبا مليون فيكم في سلسلتنا العجيبة. في حد قال لي شيل الشير ذيك اليوم، وفعلا نبغى ليش الشير هذا كله. قلت اشيل الشير اصلا بشكل عام، وبعدين احط الشير كم يحتاجون بحط لهم شير، لان الاماكن لحظة لان الاماكن ما بتكفي اذا تميت بالطريقة هاي. وقال كله محتاجين نسوي مجموعة ديناصورات خرافية اليوم، مش ديناصورات عادية، ديناصورات شو ديناصورات خرافية. الحين طبعا احنا تحولنا خلاص، ما في عندنا اي ديناصور عادي، استوى ديناصوراتنا كلها قوية. عارف بحط لي كريشن لاب، وكريشن لاب راح يكون شو معانا. فالحين قمنا نحن دخلنا من مرحلة ديناصورات عادية ديناصورات خرافية، واليوم عندنا مهمة، لكن ترى مهمة مش طبيعية، ترى المهمة اللي عندنا خرافية الصراحة. نسوي مجموعة ديناصورات، والديناصورات اللي بنسويها كلها ديناصورات قوية، يعني ما في ولا ديناصور نص نص، ما في ولا ديناصور تعبان. كل الديناصورات الصراحة يبالهن تفكير من الخاطر. الحين يا لسه بخطط اني بحطي عقب جايرو، نحطي ممر، لا ممر سيدة حق هذا تقريبا سيدة، يعني المنطقة قامت تتغير. الحين تيركس قاعد انتج عند الحيوانات فوق، انتجته اظن انتجته. انكريز دينوسور جينوم اتريس تو 70%. نبغاك انت اصلا، لا ما نبغاك انت، ليش ابغى اشوف فيك لحظة. مش المال منو قاعدين نسوي سكيورتي، خلنا نزيد سكيورتي شوي. توتال قسم 7100 فور 3 كونتينيوس مينتس. لحظة شوف في شيء عندنا جديد. ايوه اكيد عندنا شيء جديد، ماجان دوسورس، هذا جزء من المشن اللي بينا عقب. انزين فالحين قلت اتمنى هالمكان يكفيه. في درز مال منه طبعا، ديناصورات اكيله ما شاء الله عليهم، ديناصورات اكيله مستوين. انزين هذا تيركس قاعدين ننتجه الحين، بنحطه هنا. هني ابى انتج، لان طالبين مني ديناصورات معينه. التيركس بيكون اسمه شريف، وبغير حلا اسم ذاك حد ثاني. انا دون سركس الحين حطي شوي هذا، والله وايد مي، وايد مي، حطي بقعتين مي ان شاء الله ما يضيق علي المساحة. هذا بعد يعزمنا، حطي شوية غابة في الوسط، ويبون منه سيراتوسورس. بنسوي اثنين انتنسف ريبير مود، يبون لان سيراتوسورس اصلا يحب ايش ما حد ثاني. تذكرون سيراتوسورس هذا سوى لنا ازمة، والحلقة هاي كبرها خرافية اصلا. وين انت نسفر بير يا جماعة؟ هذا ريبوست انتنسيف ريبير، اوكي موجود انتنسيف ريبير موجود، ويبغى انتنسيف ريبير وين صار؟ هذا انتنسيف ريبير مود، انكيوبيت ديناصورين، بس خلونا نعبي لهم اكل، لان ان شاء الله كلهم نفس المكان اللي قاعد نعبي له اصلا. لا هني هذا يبغى الاكل، اكيل هذا يخرب بيته. انا اعرف وعدتكم بشيء، طبعا انتو حفظت الشغله كل شويه انا ابيع. هاي تعرفون السالفه، ما لا داعي اقولكم صح. وللي ما يعرف جديد، ترى احنا نبت من نقب عن ديناصورات جديده كل شوي، ف جيجانتوسورس نبغى بعد نزيده. انا وعدنكم اعرف وبهدها الحلقه هاي، اللي هو
لحظة، أنا حطيت عليه تزويد عيد، أخ نسيت. إن شاء الله ما يسوي لي فيلم، إن شاء الله إن شاء الله ما يسوي لي فيلم. ما أدري إذا هذا بيأثر عليه ولا ما بيأثر، بس ما أظني، خلاص أظني راحت عليه. شوف، لا هي خلاص راحت عليه. انزين، نبغى نحط منصة آخر شيء، لأن تصميم المكان على طول جاي شوي. إن شاء الله المكان يكفيهم، قولوا إن شاء الله، بس أظن بيكفيهم. أوكي، بنحط منصة المشاهدة هذه هني. أوكي، حط الشارع هني، وبنحط الجايرو هني. لازم جايرو، جايرو المشكلة يخاف يكسر الجايرو. عنا منصة مشاهدة ما يبالنا جايرو الصراحة، لأني لو أحط منصة مشاهدة ثانية هني بيكون طر. شوفوا، بيجون من ورا المطعم يطالعون منصة المشاهدة بالطريقة هاي. أرموز على الأكل ما بين هني، والأكل أوزعه ما بين هني، يعني حتى هذا بيشوف هذا وهذا يشوف هذا، كل حد يشوف كل شيء هني. جايرو ما بحط كل شيء، تم حطي جايرو بيستوي ملل، أظني بيكون ملل فعلا، بيكون ملل، مش أظني بيكون ملل. انا بحاول استعيل شوي في هالجزيره، انا استعيلت لكم ليش؟ لان الجزيره الاخيره راح يكون مشروع نهائي مش طبيعي، راح يكون شيء من الخيال يعني. خلاص جيجانتوسورس ما نبغى حتى الحين، وما بنصير اني حتى جيجانتوسورس استوى عندنا فل. زين، كنت سورس نبا، وكان في ديناصور ثاني نبا، والله نسيت كان سورس وحيد. زين، وبهدها الحلقة، أنا وعدنكم بنسويها الحين عقب شوي، بس بنسليكم بس شوي هني. شو عنا؟ أكل عنا، فاست فود عنا، ذا بار عنا، كلوز شوب، يبالنا جفت شوب. لا لا، فوسل 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 فوسل، يبالنا فوسل زون. سوينا فوسل زون، انا اشوف لكم مكان. اوه والله مكان حلو صراحه فوسل زون، هذا مكان جميل. فوسل زون، فوسل زون، هل بنحط فوسل زون شيء يعني مرتب لازم؟ وها بس فوسل زون شوي بيكون غالي يعني، مش رخيص، احس انه بيصير غالي. بنسوي كم من شب غير، احنا شريفو جاي في الدرب، وين شريفو؟ ها شريفو طلع. ابى استعير وصلكم لاخر جزيره، والجزيره الاخيره بيكون فيها تفجير الدنيا كلها، مفجر كل شيء. تبي خاطرنا مثل الجزيره الاخيره، اكبر محطات كهرباء، اكبر ديناصورات، ان شاء الله ما يذبح عيل. يبا جراس لاند، حطي الأكل شريف مسوي مشاكل. نشيل شير من هني، نشيل شير من هني، من الوسط هاي رضاني بعدهم مرتاحين. هاي عنده جراس لاند، عنده شير، عنده كل شيء يبغى. إذا شريفو لو سمحت ممكن ما تسوي لنا مشاكل، بس حطينا له أكل، حطينا له كل شيء نقدر نحطيه، بس كله استوى عندنا برقبة، فهاي ما نبغاهم. هاي الكل ما راح نستعملها، خلاص انتهى زمانها، انتهى في عندنا لا في غير ما عندنا. بس هذا من رد نعبي، أول شيء يكلفنا فلوس، ثاني شيء يكلف جهد. انزين الحين نبغى اندومس ركس، اندومس ركس شو بسوي؟ بخدر هذا، بطلع واحد ثاني مكانه، خليه يخدر هذا، بنطلع اندومس ركس ثاني، بس بانتيوتيف ليرنينج عليه. كلها ديناصورات جامدة من بداية الحلقة،
يعني ما بطول لكم الموضوع مال حلقة اليوم أبدا، حاجات جامدة أوي 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 أوي. ترى حطيت فندق، بس من برويكم الفندق بعد شوي، هاي اللي بيسوي لنا شوي مشاكل عقب. بس عندنا مكان، انا يلا اوفر مكان اساسا نطلع ديناصورات كلها جو 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 جو، بس ده اكثر ولا اقل. وين صار؟ انا شو كنت بطلع الدول ترك السوري. نبغى انت يوتيوب ليرنينج، نشوف يمكن اوريدي على انت يوتيوب ليرنينج، شوفوا مزود كامل، كل واحد جينات غير عن الثاني، كله اجريسيف انتسكس. انا كنت حاطين حق ضرابه، بس بنحطي بس واحد انتيوتيف ليرنينج يزيد ريزيلينس ماله، سوي له انكيوبيت. انا ما حطيت السكسس الجديد، حرام، لو حطيت السكسس الجديد كان بيكون 90%. مو مشكلة عادي، خس خلني اتذكر انه مرة ثانية ما انسى. انزين الحين يبالنا سباينوسورس. سباينوسورس نفس الشيء، هذا we're going to sell. انزين بنبيع هذا، الناس ما بيع اللي عندهم سركس الحين. انزين نسوي له سيل 700,000، والله حرام كم شارينا نحن. انزين سباينوسورس تف سكن تفنس مود، بنبدل ديناصورات لان اساس ان المساحه الباقي اصلا تكون حق ديناصورات ثانيه بعد، يعني ما له داعي كله نفس الشيء الصراحه. ونبغى نزيد الريتنج مالهم، فبنطلع لهم شغلات ثانيه. يبا عليه، يبا هني سكن تفنس بيكون هي المفروض، ايوه هذا هو 5.0 بعد. too expensive، مو مشكلة ناخذنا لفتين نرجع لهم، بس خلونا ناخذ مهمة. يبالنا ساين صح؟ لا سكيورتي، خلنا على سكيورتي. هاي كل الجزيرة النهائية راح تكون شيء، خلنا نشوف. اظني هذا روم اسويه وايد ياكلون هاي، كل شوي فاضي. خلنا نحط لهم اكل، رد حط اكل انت هني. نبا ان شاء الله انكم ما يسوي لنا ازمه. انتوا سيرة سورس الجداد، شوفوا التخطيط العجيب، شوفوا الشكل الجميل. لا شكل شيء فنان جديد مره، اهم شيء ما يزعل المكان. خلنا نهدر بيعه وياه، المفروض ان المكان اولموست بيرفكت، بس خلنا نشيك عليه. اعطانا فيل تو هاتش، المفروض كل شيء ممتاز. تشوفوا شيء بايزك سمول اور ميديوم هاربيفور، بنطر الشكس بديشن ستر مالنا يطلع لنا شوي هاربيفورس. بس وين صار ال هذا كنت سورس 1 2 3، منو في درما لا رد فضة. هاي اللي بيرجع بيهم الحين، مو مشكلة. الفيلد اظني هو سيرته سوري اندومس ركس بالضبط، كنت عارف انه اندومس ركس، حسيت انا والله. ديسكارد انكيوبيت، بس الحين نتكلم على 90% نحن. الفوائد مالنا قاعد تضرب فوق، فوائد مالنا صراحة ما فيهم حيلة. هذا 10 مليون، 8 مليون، نسوي 10 مليون قبل حق السعر، بس نبغى نزيد الفوائد شوي، أبى أرفع ريت الفوائد مالي. فشو سويت أنا؟ سويت فندق هني مساعة قريب القطار بعد، عساير يا عبي أوريدي ما في واحد جديد، بس ممتاز. الديناصورات اللي يبون يسويها والله غالية، ما في ولا ديناصور رخيص الصراحة. هذا بعد للبيع، والله حرام ترى على فكرة بلاوي مسوينهم، يعني مش برخيص أبدا. ها شو حياته مرتاح،
مرتاح، هذا مرتاح، امور طيبه. بس وين صار المحلات اللي هني؟ فضن اظني بيفضن اكيد، كيف مو بيفضن؟ شلينا عندهم نسركس نحن، يعني لازم بيفضن. اوكي، سمو لون ميديوم هارد بيبور، هذا خلصناه. قلنا نبغى بعد 125,000 حلوين. هو عنا ميسر كبير الديناصور، هذا مخلينا حق ضرابة فكر اللي انتو تطلعونها. 600,000 go to fossils سوي security بدنا نسركم بات فكتوريز. اوكي ها بنسوي غصب، خلنا نسوي لنا ريسيرش شوية. بس هذا فل بريانكس انتاسورس كنتاسورس، هذا با خلصنا مشينات بالطريقة هاي، وبيعنا شوي فوسلز بس اساسا نفضي مكان حق الكنسل. لحظة سل لازم يخلصون هاي حدي ست شغلات اسوي ريسيرش ات تايم. الهدف هذا كله ينكشف ونروح الجزيرة الأخيرة ونسوي لنا شيء دمار شامل، نسوي صاروخ أرض جو. ما بيفشل إن شاء الله. خلاص الريت عالي يعني فول. ترى هني المشكلة إذا ما نعرف شو ناقصنا، أبى أجي هني أشوف شو اللي تعبان عندي. ترانسبورت أوكي، هذا أوكي، فود ريتنج تعبان، فأبر فود اللي هني. لحظة أنا حطيت فاست فود جديد صح من شوية؟ لا ما حطيته، فبحط فاست فود ثاني بس ديفرنت تايب فود. نسوي هني نحط لنا الشارع حقه، شارع هني اوكي، ونشوف الفاست فود اللي هني. اكل برخيص هني، نحط اكل اغلى شوي واكل بعد اغلى على اساس انه شو يكون كل شيء يعني مرتب. هاي الترتيبات الصغيرة هاي تفرق وايد في الانكم معانا، وايد تفرق معانا في طريقة المدخول ولا كيف يدورون الناس حول المكان. اذا عندي شيء مثير للاهتمام الناس بيجون اكثر. ترى هني ورا ما اعرف الحين ما قررت شو بسوي، بس انا مخلي مساحة احتياطا، يمكن احتاج مساحة. شوف شو اكل، ها يسيون على هذا اكثر، سيون على هذا اكثر. 28 زين، اشوف ولا بعدهم زحمة على 30، على 30 يكون ممتاز فوق الجدة الصراحة. هلو انه بيطول شوي بيكون اوكي. الجيجانتاسورس ما بهد لين اهد منه صديقنا هذا. الحين حق المستقبل شو بسوي؟ ابا هالمكان هذا بكبره اللونج هاربورز، عرفتوهم الهاربورز الكبار، بس يدار هاي المو يبالهم كهرباء اظني، وانا داعي اخسر كهربتي كلها عليهم. هالمكان بخلي حوله فاضي بعد، بس ايوه الطريقة هاي خل عنده شوي مساحة. بس خلنا نشيل الشير اللي هني اوكي، برد بحط لهم شير اعرف، لاني ابي احط ترين ستوب ثاني هني، ابي يوقف هني يشيل ناس يوقف هني، في ناس يمكن ما تبي توقف هناك. خلنا نشيل الماي من هني، ما نبي الماي. وخلنا شو نسوي شيء شوي جديد، شو نسوي؟ نرفع الارض هني، بدينا صورتي يجون فوق شوي. اوكي بدينا صورات بيجون فوق، اذا قدرت ابني دار هني بيكون ممتاز. الكلوجر مالي بيكون somewhere around here جنب هذاك،
واللي هو اساس انك ممتاز. ابى اعرف قياسات كل شيء من الحين، ما بخلي اي شيء للحظ. مد لما التقاطع مره وخلاص. زين الحين خلينا نرجع للإدار، نسوي لنا إدار بالطريقة هاي، نسوي إدار بالطريقة هاي مايل، وإدار سيدة كان شوي عود بس هم يستاهلون. لحظة بنحطي هني شغلات لازم نحسب حسابها عدل. او هني اوكي ما سوى مدى دايركت، لا ستورم ورنينج اظني عندي ستورم بروتكشن كفاية. اتمنى اتمنى اني بهذا من وين يمر، من هني في الحديقة المستقبلية بيمر، من وين بيمر، من هني ارمى عدلة في المستقبل. بس هذا حق الحين اني اشوفه متأكد انه راكب شو عدل ليطمن قلبي. خليه خط ضرب فوق هذا، خلينا نشبك في هذا. انزين ادارنا ما يسار، نحط ادار هني وين ما في بور. شو السالفة؟ كل شيء اوكي؟ اوكي لا شكله 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 اه هني مو بور. هذا يبغى لنا مكان رومانسي حقه. انزين هذا عنده بور، هذا عنده بور، هذا عنده بور، كل الشعب عنده بور. هذا انكلوجر جديد تماما. و لحظة هذا ما بخلي اختار خط فوق لان اصلا اختار اشوف اصلا. هني بنحط جايرو، جايرو بيكون شغال بعد. اظن الناس تخاف تدخل عند الحيوانات المتفحشة اصلا. هذا هني قال موجود. لا منو اللي جاهز كان؟ اظني في شيء جاهز كان، يمكن الفوسلز. هي في عندي فوسلز جاهزات، بنسوي لهم ريسيرش. عندي ديناصور مسكين تو مات، كنت اسور وينك يا صديقي. هاي الاثنين مال مشينات مستقبلية، على بعد حق مشين ينفعنا. واحد مات هاي اللي عمرهم خلص مساكين. سوري شو اللي مات؟ بنسوي باك سورس ثاني. لازم انت ننتج مكانه ترى، وننتج افضل منه. هي حركة مستمرة في الحديقة دائما، ما تخلص ما تخلص ما تخلص ما تخلص، دائما على نفس الحال. خلينا نحط له شوي شغلات زيادة. أنا بلايف سبون لأنه ما يعيشوا وايد بعض، هاي أصلا عمرهم قصير. نحط لهم برين ايجينج فول، بيعيش وايد من 700,000 بس ورثت يعني. يتم فترة طويلة قبل لا يتوفى هذا ودنيا و... يعني وايد اوكي. هاي اللي بيكونن تحت منطقة حلوة شوي نبغى. او سوري هذا يشيل الماي، بنحطي ماي هني، حطي ماي هني حقهم. يستوي ماي هني لا ما يستوي، حطي شير. هاي لعبتهم شير الكبار. بشير هني بخلي مكان اللي فيه اكل ما في شير، حسب يكون منطقي شوي يعني.
تقوله يمكن نقص الشير، خلنا نشوف الفوسيل. بس شوي صعب. ليش صعب؟ لأنهم ما بيعيشون، بيتضايقون. شو هذا واحد لحظة برون برون أوكي هذا ما نبغى يعني صح؟ هاي المشينات خلونا على الأقل نسوي شيء تشانس ماله عالي، مو بي يسوي يتوهق. زين أنا أظني هالمساحة بتكون مش كفاية، حكم أكثر من كفاية، بتم عندنا هالمساحة نلعب فيها، مع إني ممكن أسوي هالمساحة كامل بدون صورة ضخمة على هذا على ذاك. لحظة التيركس عايش، لا عايش مرتاح وستايل. كم الريتنج ماله؟ 300 وشي، واللي هو ممتاز. المحلات اللي عنده شخباره فل. نزيد موظفين. المحلات اللي هنا شخباره نص نص. يبالي اسوي فيوينج بلاتفورم عند كل محل اظني، لان ذاك شو ورا فيوينج بلاتفورم عنده اظني، ينزلون ياكلون على حسب الفيوينج بلاتفورم. من هذا بعيد عن هذا يعتبر، اظني لو حتى واحد قريب بيكون افضل وايد. بس الجاير ما حد يستعمله، انا هذا اللي مضايقني. لو الجاير يستعملونه كان بيكون غير. نحب نحط نحن عقب شوي. شو هذا؟ أبو وقفة قطار زيادة يعني، وقفة هاي تكفي. هني في فندق هامون كرييشن لاب، خلنا نطلع هذا وسوينا براية. خلي اروح انزل الفندق هني، ما يستوي مكانه صح؟ اذا غير الشارع شوي. ايوه يستوي، بحاول اكسر شوي. ما اعتقد بيصير مكان فندق، بس بشوف قياسه في المكان على الاقل. مش ما اعتقد، نو واي، ينسى زمان قال لي بعد، لاني تارس المكان جد دومي كنت. هاي مصيبة، وين الفصل زماننا اصلا؟ نعجل المواضيع، انا بدأ نصرات قوة من الخاطر عندنا، لازم نشتغل عدل. انا شني سويت كانسل على هذا عزيم، وصل جريبي بالمية يا حبيب. هذا انا نبى هذا الحين، بريونكس ما نبى، هذا نبى ملتكسورس ملتي سيزرز، مش ملتي سيزرز يا اخي، شو اسمه مجنتهورس، ما ادري شو اسمه. يا جماعة ترى انتو تكتبون اساميهم، اظن لو اكتبهم اسهل. هذا هو باقي 4%. لو بسوي ضرابة بعد أجير هاي المهم، ما أدري كم الديناصور، ما أدري، أتوقع المفروض ياكلهم الصراحة، المفروض شوف الحماية عليهم، قوم الحماية عليهم، ريليز ديناصور. أجزاء ثانية المهمة الحين، باقي لنا بس اللي هو سباينوسورس. احنا واحد مات، ما اعرف ليش بس خاطر اسمي علاء الدين، لا تسألوني ليش. وحش 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 والله وحش، احلى ديناصور يطلع، والله احلى ديناصور يطلع من البيت هذا. وين صاير؟ استهدي بالله. لا اوكي اوكي الديناصور اللي مات مين هو؟ بعد باكي واحد ثاني، حرام قاعد يموتون. باكي سورس مالي،
كل شيء يموتون عسب شي يزيد عمرهم. خلنا نشوف الفوسلز لحظة. الفوسلز مالي ايوه هاتوا ارفعوا الريتنج مالي ارفعوا الريتنج ارفعوا الريتنج. اوكي هذا 100%. انا اكون مطرشنا حق شيء ثاني هني ويجيب لي شيء ثاني اسرع بس يلا هذا ما نبغى خلني بهيل انزل. خلنا نسوي ضرب يا جماعة شو رأيكم؟ ها كم الريتنج ماله؟ 656 ان شاء الله يدق هذا صراحة. خلنا نسوي ضربة شوفوا اللون غير عن الوري. افا لحظة بزيد سكسس ريت برد لهم برد لهم الحين. I promise. وين 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 هذي لهم. انا متأكد ان هذا بيدق هذا خيب بقضمه 71% من دمه شل. من يقول لك انت سورس قو الله بقو يعني الله بيعرف انه مش قو بس انه يعني شوف الفرق بينهم فرق كبير ترى. هل دم 100 27 والله محترمه والله محترمه 777 ريتنج. ما انت مزيد الريتنج ولا لحظه بنطلع على سيرة السورس. اوكي وين سيرة السورس مالي؟ لحظة لحظة بنطلع له واحد هذا صغيرهم بنشوف يعيش وياه ولا ما يعيش وياه ولا بيقضم قضمة. اوكي خلنا نشوف الفوزرز اللي عندنا بس على الطاير انتو بيعيشوا يا ولا ما بيعيشوا يا ولا ها نص نص. ويت 100% اوكي اتيك ما بيع شي انا محتاج انه بعد بنهد عند هذا بنشوف الديناصورات اللي ذات مرة واحدة وبنتفخم كل ما نزيد الريتنج مالنا. ريليس سيرة تنس مع رخمينوسورس انها ديناصور اصلا. خلنا نشوف مفروض ان عنا معظم الديناصورات عنا خلاص ما تم عنا شيء. ما طلب من الديناصور اللي ما عندي ها؟ يب ما طلب عندي الديناصور اللي ما عندي. تب له تب طلعنا هاي الحين هاي طلعناهم كيف عايشين مرتاحين اكثر من مرتاحين والله حلوين. خلنا نرجع عند هذا ابى اشوف كم بيكلفني يبا اسكن تفنس. كنا 8 مليون الحين ولا كم كنا 8.9 مليون يعني 9 مليون successfully has been. اوكي الحين يبغى شوي بس نعم مطاعم ما سوالف نزيد الفلوس. انا عارف اني مخسر مليون شيء هني بس خلنا نستانس شوي بعد. زين 240 شوفوا عقب الضرابة فل فل فل. انا الوجبة ترى غالية مو برخيصة لين ينقص. اوكي بس خلاص ممتاز مع الوجبة غالية ترى مو برخيصة بس عندنا هذا لا برفع فوق المليون 1.1.3 مليون something اي ونا دو. فوسل زون شو اخباره 500 من 500 حبيب والله فول فول ناس فول مرة. هذا اي برودكت يبيع اول واحد صح. خلينا نحط فوسل زون اركيد. لحظة شو اخباره هاي اظن بعيد عن بيون بلاتفورم ما يبيعون هي فشو بسوي
هاي عند بيو، شوفوا عند الجاير ستيشن، يعني هذا لو اي ازرع عنده، مش ازرع انا حب عنده يعني فوس الزونه هنا. حرام هالشوية، كمل لي حرام. انا هاي اذا بزيد مبيعاتهم شو اسوي تعرفون؟ احول هالشارع من ورا هذا. اوكي اوكي صبر، محتاجين نسويه هني الطريقة هاي، ونيب ويونت بلاتفورم. ايوه لعيب وحش، حطي هذا هني ونحطي ورا هذا دايركت، نشوف النظرية مالي كيف تشتغل الحين. I'm always right ان شاء الله يعني. تعلمون وحش يعني، وحش الوحوش شو اكذب عليك. وين هذا؟ شل هذا، نحطي فوس الزون قريب، شي قريب هذا في درب، تطلع في الدرب يعني الناس تروح له هم سايرين. اوكي فوس الزون مستحيل الناس ما يروحون حق هذا يعني، ترى هذا وحش. نحط هذا هني اوكي، بنحط ونشوف الفرق بينهم الحين اذا يوهم ناس من ورا الموضوع هذا. ويت ما بقى شيء حق هذا يطلع. لحظه خلينا نسوي ان برودكشن، شو اسمه مالنا السبينوسورس، كم السكسس ريت ماله؟ انا 60%. لا بنحط سكسس ريت 30% 30%، وبسوي ريفيد بعد. سوري بس هالمايكرو مدمت لابد منه على اساس الهديه تمشي على خير، يعني هالشي لابد. نبي الامور ماشي على خير، لازم نعطيهم اكل، نعطيهم دنيا، نسوي لهم سوالف. اوكي سوي زحمه سيد الناس يوري هذا كيف اشتغل احسن. بتكون سمول باور ستيشن. اوكي بنحط هني باور ستيشن ونم الطواري. لحظه اوبريشن باور سمول باور ستيشن، حط هني او النمل طواري، سبوزلي النمل طواري. اوكي حط هذا هني مو مشكلة. مو مشكلة نسوي حركات حقه. too expensive. متى خلصت فلوسي انا؟ يعني تخيلوا لحظة minus total injury، منو مات؟ اظني مال الجايرو ستيشن. لا تقول لي لا تقول كراش. اوه ماي جاد، لعبة سوت كراش. شت سكرت اللعبة، ما بلعب على السيف من اول وجديد. اذا سويت كراش معناه اني راح ابكي، سويت وايد شغلات. خلنا نرد نشغل اللعبة. اوكي انتوا ادعوا ادعوا الحين حقي ان اللعبة هاي تشتغل. اوكي شاشة سوداء طبعا الحين اشتغلت. يا الله شغلانة هاي. About sums it up. Hello everybody and welcome back to some more subscriber levels catching up. Hey, hey.
بس تبي كنتينيو قدامكم نشوف عندكم لهسه بوم بنت الفيديو. اذا مخترب الدنيا عندي انا راح اعيد كرسي لنفس المكان بعدين اسوي لكم الحلقه اللي عقبها ما عليه. لا تحتون هم كنتم مستنسين الامور طيبه بعيده كل الامور طيبه جدا عندي. طقع بالجو والله. نشوف وين اخر سيف. لا اوكي لا اوكي مو بكل شيء مو بكل شيء ممتاز. خلنا ناخذ سكرتي كونتراكت ثاني عيل. خلنا نشوف الحين ما ادري شو دقيت اكسب عليه لحظه. معناه سرت سورس يبغى انتاج لان تشوف عندي 9 مليون 8 فاصلة كم مليون سبايناصورس. يا جماعة الخير تريدوا سباين ناقصني 200 الف بذمتك. زين وين سبايناصورس؟ This is سبايناصورس. كم ناقص؟ وبناقص فلوس تعجبني الحين ريال كأنه كونتراكت بس ما اخذنا الحين. فهم بسوي سمول باور ستيشن بس ابغى ارجع اسوي البيونج بلاتفورم. غيرت شوي اعرف بس فوسل زون وتشوف يركب الطريقه هاي ما يركب مشكله. مو مشكله ابدا. زين بنكسر هذا انا احس انه طلع لي ورنك تو فوق صح ونفس ما الاكل اللي نعبيه. لا اوكي خلينا نعبي لما كذا. انا ما عندي كارنيفور فيدر. شو هي عندي الناس يبغى تطلع من لحظه فيها في الانتاج. هي ممتاز ضربة مالنا ما توقف. وفصل زون مالنا بيرد نحطه الحين. الزون بيحطه هني والفيو بلاتفورم. اوكي لازم ارد اشتري الشارع شوية. هني وانتم ما عندكم شارع الحشيش شوي مش اموركم لان نحن بنحط لكم فيو بلاتفورم هنا. نايس وردينا نفس الامور طيبه. خلنا نطلع هذا تشوف يضرب يا ولد يضرب. انا عن والد ولدينا نبغى اوصل ريتنج ولا 2003 شيء. اظني كل ما ارفع ريتنج كل ما عدد الناس اللي يجون اكثر. فالديناصور حلو ذا اني برفع ريتنج ماله. طلع له ديناصور الضخم عادي هاي يذبح كل شيء. هاي بركض وراح له. اوكي والله جامد شكله هذا ما يخاف. بعدين بجيب ديناصور ميت والله يخاف ما يخاف. ما بتشيل عند دومكس ركس. عند دومكس ركس شكله بتمعق عليه كل شيء بالدنيا يضرب معه بعكس التورس الثاني الحين. خلنا نجيب ناس 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 طلعوا مسكين. خلنا نعق عليه شيء ثاني. هل تعرف فكرة جديدة أول مرة نسويها؟ نسوي شيء ثاني جديد بعد. شو رأيكم؟ عشو كنت سورس كم وزنها؟ 3 طن؟
بنعق عليه الدفلوسورس. لا الدفلوسورس ما ضرب اخر مره، عق عليه سيرتسورس ثاني. اوكي ونعبي اكل بس حق الجماعه. اكيد الربع اللي هنا ما شاء الله عليهم ضرب الخمس. زين منو مات؟ اوكي هذا مسكين، خلنا نسوي واحد غيره. لحظة هاي احفظ لنا اياها الجديدة. نايس. وين الباكي؟ باكيتو وينك؟ هالسؤال لازم نخليها شغالة على اساس ما توقف علينا حد. يا اخي عرفته. هاي شليناه. ما بعرف وين يروح هذا. اي هناك مو في باب شكله. انا ما اعرف ايش سالفتي بس كم مره ناس الباب للحين. باب حق هذا. باب مش انه مكان جلس قاعد، مكان ثاني. اوكي مره الحين هذا بيصير كل شوي ننسى الباب. سبينوسورس علومه. لا قريب يستوي بس خلاص مهمته شبه منتهيه. فندق والله مش غلط، اظني زاد الزحمة عندي بعد. بس فاست فود نحن واحد بناه حطينا اغلى شيء. ابا ازيد لحظة عدد الناس، شوف كيف الناس تزيد. شوف الناس كيف تزيد مع الضربات. الناس تسوي زحمة، يسكرون المحلات والله من الزحمة. الحين هذا كيف يشتغل؟ قريب يوم بلاتفورم. بس ما نبي يبيع نفس هذاك، نبي يبيع شيء ثاني جديد. هذا يبيع 24 مثلا. لا لازم اقرب يكون اظني، فشي يكون صدق قريب بيونج بلاتفورم. ممكن احط هنا بيونج بلاتفورم فيك والله. قولوا لي ليش؟ لان هذا وين؟ مش لازم يكون هناك بس يبي يشوفونه صح؟ اذا احط هذا هنا ما اعرف اذا الناس بيجون الحين حقه، بس انه هذا يقدرون يشوفونه عادي. انا ما بفهم ليش يكون لازق في الشبكة يعني. بالعكس يمكن المنظر ماله هني احسن وبعيد وما يسوي زحمة. وانت شو رايكم في الموضوع؟ خلنا ناخذ مهمة. اوكي الحين ابى مكان حق محطة كهرباء زيادة. لحظة شل هذا، شل الموية اللي هني ونحطيه لنا ان شاء الله يركب. كان حق ميديوم بس ان شاء الله في الجزيرة النهائية ما بيكون في ميديوم، كله لارج. اذا النهائية يكون عندنا يعني فلوس لين فلوس. نحطه تعال. كهرباء مهمة عسى ما اسوي كل شيء كهرباء. الشبكة تشوفون ولا ما يكفي انه كهرباء؟ وايد احتاج كهرباء. هذا بين سكسفولي. لا صبر على هذا شوي. ها بنصير له بعد شوي. لا هذا مال هذا ولا ثاني هذا مال هذا. اوكي لان اللاب 6 اظني اللي هو لا 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 دومينوس ريكس. انا اروح لاب 6 لان هذا خبر خير. لا لا بعد الناس ابوها طالع، لان ابو الناس طالع. انا ابو الناس طالع صح. فاذا البرج مال المشاهد هذا مسكر ما ينفع. لازم مرة كهرباء كاملة شغالة في الحديقة. مو المكان كيف قام يستوي؟ بند كاكي هني. يبغانا فيونج بلاتفورم، فيونج بلاتفورم، دكاكين دكاكين، فيونج بلاتفورم، حظيرة ثانية. ممتاز بيكون. رقم واحد. هني بس أحس ناقصنا شوي شغلات. ما في محلات كفاية. ديناصورات. مهمة.
يعني كثرت الديناصورات، بس نوع الديناصور، الديناصور واحد ممكن يسوي زحمة أكثر من 20 ديناصور تعبان. هنا نحطي output 3.0 output 3.0، ما بفارق ويا إلى كم، أدري إني قصني بس عادي يعني. خل كل شيء يشتغل، شغال هذا والله مكانه زين ترى، في 19 نفر داخل بعد، جاب ناس هني، إيه بيجيب لي ناس هني بعد. فول لي هذا يبدو كان فاضي، تشوفون بعد لازم في بلاتفورم ولا شيء، يعني لازم يكون مكان استراتيجي مش اي مكان اقدر اخليه، مش اي مكان. أبروح يا فترة عادي يعني بدون شيء. هذا جهز، خلنا نطلع سبينوسور سول. ها كل ديناصورات من العيار الثقيل. حصلت اسم الحلقة خلاص، ديناصورات من العيار الثقيل. الغرابة تايم يا جماعة، تعالوا. يبون كل واحد عايش 5 دقايق. الحمد لله ما عقيتهم في مشاكل، كان بيستوي فيل. ريتنج مالت 840، نايس. اقول بعكس الدور الثاني، عقب اقول خلهم في الدور جايين عليه، من يرد دم مفول اهد عليه واحد ثاني. مين الزحمة تستوي اظني؟ ضربة 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 ضربة، بس اظن بيملون من نفس الضربة كل مرة صح؟ لا هالمرة عادي، بهد اثنين سيرتسورس بعدين بغير، بعدين بجيب سباينوسورس مش مزود. انا بهذي يفوز لاني والله اسوي زحمة ترى السالفة هاي. ها تقولوا ما اسوي زحمة، والله دم فل هذا. لعنة سيراتسورس الان. خلى يريح شوي بس، وبعدين بعد واحد ثاني شو ما ينفع. انا اعبي لهم هاي هارديا يعني، فخله منو مريض. هذا مرض يمكن من كثر ما ياكل شو اسمه ديناصورة ثانية. شو يا امونيا بويزننج، هي ما بهد عليه شيء الحين. لا بعالجه، بي الرينجر مالي بيعالجه. ما تفاهم سامي تعرف من هنا. اوكي كم عندي؟ قريب في حد هنا صح؟ هي. حتى سبينوسورس بطلع له شيء يرفع الريتنج ماله. زين صبر خلينا نطلع عشان نضمن انه فايز، خسر كل هالملايين على الفاضي، بس خلى الصبغة حلوة. بس ايش اللي عندنا تسوي على اساس ان اول شيء رخيص، اول شيء ما يأذي ديناصور مالنا وايد، والسكسس ريت ماله 95، يعني محتاج انا سبيد بس. هاي لازم نتعود نغيرها. خلينا نشوف سرعته، شوفوا ظني اسرع وايد. يب اوريدي كان سوانا 95%. اما مع الحلقات بسوي يعني، عندي ديناصور مريض الحين هيعالجونه.
دم يعبي كثر ما ياكل ديناصورات ثانية ترى. زعلان الحين هو جيجي جدا شو مريض. عادي عادي هدي 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 اللعب هدي اللعب بيريح الحين. والله شك في الموضوع بيريح هذا. من سيارة كانت هني زعلان زعلان قلت لكم مو صحيح ادنسي شلتر ابل شلتر بس هالشلتر انا بيوصلوا له على طول. في مشاكل من وراء ال ان نهدينا صورات نهدينا صورات بس شو دام عندنا شلتر والامور طيبه اتمنى الامور طيبه. عندنا شلتر ثاني هنا اوكي هاي شلتر مكانه وايد زين بعد. داين الهليكوبتر من متى انا مطرشين الهليكوبتر من زمان والله قبل لا يطلع حتى مكانه معدل صاحي مكان مضروب. لا خلاص ما بيلحق ما بيلحق هذي ناس وايد بس عادي ترى ها ريتنج ماله اظن بيرتفع. تعال شدوا هذا هنا شو اللي اخترب سبوتاج بس هاي اللي يرمون يطلعون بس امورهم طيبه. هاي بس بما ان صار بس مش انتو شو يخترب شو يتكسر افا شو قطع عليه هل انا اقول لكم شو مشكلة المكان واحد مشاكل التصميم مو علي ان الكهرباء جاية من وين من طرف واحد هاي واحدة من المشاكل الاساسية اللي عندي. المفروض ان اسويه من زمان بالطريقة هاي فأرد أمد المكان الكهرباء عرفتوا. في حد ديناصورات شي طلع هنا لا جاي صوب الدومس ركس بس والدومس ركس واحدة من الشغلات الضخمة اللي حاتيها والله الصراحة. اوكي قاعد يرتفع 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 لزق في الإدارة والله قلقنا راحته الحين في الهجمات اللي عليه زعل المسكين. روح روح بعيد روح لا سبع عارف اكنسل ولا ما اكنسل غد ريال ولا يخرب بيت الوسخ ما محشم. اوكي بكنسل خلاص ريح شوي وايد هجمات كانت ورا بعض لازم ما نسوي شيء بالطريقة هاي. ناقص ضعك انت طلع لي بعد اول شلترز يلا ولا تزعلوا مرة اول شلترز اوبن اول شلترز يلا ولا تزعلون. هاي بعد وحدة من مشاكل الديناصورات القوية ترى. هذا بعد وين كسر يو علينا ها سيدي زعلان
ملان تلاقي يبي يهجم على شيء وها ما حصل. قال والله بطلع. يوم تستوي العافية تستوي عندي مشاكل. مزاجهم خربان من العاصفة. أنا أقول العاصفة تخرب مزاجهم. نعم بطلع له والله بعد واحد صراحة بس متعايز. بس الثلث شغال كل شيء شغال كفرجين. الفايدة قاعد تطيح النجوم قاعد تطيح بس كله بيرد يرتفع ترى مش قضية. بس اللي ما وصلنا ل 9200 طيف وصل لعقب بعدين مشكلة. المهم اوكي تعالوا مكانكم لو سمحتوا. ريح ريح شوي هيا يخدر. هذا هو في حد يذبحها صراحة ما ظني. كل العالم في الشلترز مخبي الناس كلها هنا. خليه يتمشى لين باكر. شلترز بروتكشن بور نحكي. انا اسف غلطان. زين يا الله بعفو. وانا بهت رسول سوينا ويسر خدر يا خلنا نشله يا ريال ونهد عليه سيرة السورس الحين. بس منو بعد ابو من في اسمه ولا بروكن. هاش عنده هاش عنده ايش عنده شو عنده؟ ليش مش مرتاح؟ ليش كل شوي اتكسر شب؟ يبغى نسوي له شيء الحين ما اعرف شو بس يبغى نسوي له شيء والله. الوضع بالطريقه هاي هو فوضوي بالقوه. مو بعصار هذا يا انا بهدلنا. ما في حد مخبلهم كلهم يعني. والله لين باكر الدور. بحل مشاكل عقب بتفاهم وياكم. يا جماعة هاي كانت الحلقة بشكل أساسي. باقي شغلات ترى نسويها عبارة عن شغلات إدارية. أشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.